بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح العلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في آداب الصلاة. قال: من آدابها، قال من آدابها، طبعا معلوم لديكم أن من معانيها التبعيض، فأشار الشيخ رحمه الله أو كأنه أراد أن يقول لنا أن هذا الفصل معقود لبعض آداب الصلاة، وأنه لم يستوفي جميع آداب الصلاة، لذلك قال من آدابها، من آداب الصلاة. قال: الأدب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، هذا تعريف الأدب اصطلاحا. أما تعريف الأدب اللغة كما عرفه بعضهم بقوله، قال: الأدب هو ملكة تعصم صاحبها أو من قامت به تعصمه عما يشينه بين الناس. ملكة، إيش يعني ملكة؟ يعني صفة راسخة. ملكة هي عبارة عن صفة راسخة فيه، سميت هذه الصفة ملكة لأن صاحبها لتمكنها فيه صار وكأنه مالكا لها، صار وكأنه مالكا لها، فهي ملكة تعصم صاحبها أو من قامت به من فعل ما يعود عليه بالشين والعار بين الناس. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب لغة. أما اصطلاحا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. طبعا لم يواظب عليه، وهنا لابد من التنبيه على هذا الأمر، لم يواظب عليه مع شدة حرصه على المواظبة عليه. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما فعل أمرا ما مرة ومرتين ثلاث ثم تركه ولم يفعله بعد ذلك، نفسه تواقة للمواظبة عليه، ولكنه هو مأمور بتركه، فعدم الفعل بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، ولا بد أن يبين لنا الأفعال ومراتبها. فمن مراتب بعض الأفعال أنه مندوب أو أنه أدب، ومن مراتب بعض الأفعال أنه سنة، ومن مراتبها أنه سنة مؤكدة، وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل فعل من أفعاله وفق مرتبته الشرعية. فإذا بعض الناس للأسف أو بعض طلاب العلم للأسف فهم، وهذا فهم خاطئ، فهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر مرة أو مرتين، يعني نحن كذلك نفعله مرة أو مرتين. لا، هذا خطأ. ترك النبي عليه الصلاة والسلام للفعل واجب وتشريع، أما فعلك أنت، مواظبتك أنت لهذا على هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين، هذا مندوب في حقك، بل هو متأكد في حقك أنت،
أن لا تتركه أبدا إذا كنت حريصا على الثواب والأجر، لأنك تثاب. ولكن أنت عندما تفعله تفعله على أنه من المندوبات، لا على أنه من الواجبات، ولا على أنه من السنن المؤكدة. وإن كان المقام الأعلى لطالب العلم أحبابنا، المقام الأعلى لطالب العلم الموفق السعيد أن الخطاب الشرعي بالنسبة له هذا السعيد صراحة من طلاب العلم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بذلك، السعيد الموفق من طلاب العلم الذي ينظر إلى الخطاب الشرعي بأنه ينقسم إلى قسمين: افعل، لا تفعل، دون أن يقسم افعل إلى مندوب، إلى فرض ومندوب وسنة وواجب، دون أن يقسم هذا التقسيم كله. افعل يعني فرض، اترك يعني حرام. وبالتالي تجد هذا الإنسان موفقا تماما، يعني يخوض في رحمات الله عز وجل أينما كان. فنعود لما نحن الآن في صدده، أن هذا إذا لما قال فعله مرة أو مرتين هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي لك أنت أبدا أن تتركه، بل ينبغي لك أن تواظب عليه. قال ولم يواظب عليه، قال كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود. الزيادة يعني إيش؟ على الثلاث. والزيادة على القراءة المسنونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته قراءة القرآن أو قراءة القرآن بمقدار معين، ربما في بعض الأحيان يخالف، يقرأ أكثر من ذلك أو يقرأ أقل، ليبين لنا بهذا الفعل أن هذا جائز يندب وأن هذا جائز مباح. فالمواظبة تعطي للفعل حكما، وللفعل مرة أو مرتين تعطي الفعل حكما كذلك خاصا يختلف عن الحكم المواظبة إلى غير ذلك. قال وقد شرع، يعني الأدب، شرع الأدب لإكمال السنة. طبعا ما حكمه؟ حكم الأدب أن تاركه لا يستوجب لا إساءة، أو أن تركه لا يوجب، تركه لا يترتب عليه لا إساءة ولا عتاب، أن تركه لا يترتب عليه لا إساءة ولا عتاب، يعني يوم القيامة لا يعاتب على ترك هذا الأدب، وإنما العتاب يكون على ترك السنن، والعتاب يشتد على ترك والمواظبة السنن، ترك السنن المؤكدة. قال فمنها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام، عند التكبير للإحرام. لاحظ، قال إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام. لما قال عند التكبير للإحرام كأنه يفهم، يعني نفهم منه أنه لا يندب من الرجل إخراج كفيه من كميه إلا في حالة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام. أما في غير حالة تكبيرة الإحرام نعم لا يندب له، لا يندب. وإن كان الأولى طبعا الأولى إخراجهما مطلقا، يعني في جميع الصلاة، وأظن نص على ذلك في شرح مجمع الأنهر، والله تعالى أعلم. قال لقربه من التواضع، يعني عندما يخرج الآن يديه من كميه هذا يكون فيه قرب من التواضع، إلا لضرورة كبرد. قال المرأة تستر كفيها، ليه؟ حذرا من كشف ذراعيها أو ذراعيها، لأن الذراع عورة على الصحيح. نعم طبعا، وهذا في الحرة، أما في الأمة فلا حرج في ذلك. ومثلها يعني مثل الحرة الخنثى،
تستر كفيها، تستر كفيها. ومنها من آداب الصلاة نظر المصلي سواء كان رجلا أو امرأة إلى موضع سجوده قائما، إلى موضع سجوده نعم قائما، طبعا قائما حتى ولو كان قاعدا أيضا، قائما إن كان قادرا على القيام، وكذلك لو كان يصلي قاعدا ينظر أيضا إلى موضع سجوده. ولكن هنا قال قائما لأن الغالب الإنسان يصلي قائما، فإذا كان مريضا وصلى قاعدا كذلك ينظر إلى موضع سجوده. قال حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع، ونظره إلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا، وإلى حجره جالسا، ملاحظا قوله عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن السؤال، أنا إذا كنت أصلي في البيت أو في المسجد هذا ما أفعله، أنظر وأنا قائم إلى موضع سجودي وأنا ساجد إلى أرنبة أنفي وأنا راكع إلى ظهر، إذا كنت أصلي والآن مشاهد، أنا مشاهد للكعبة، أنا الآن مشاهد للكعبة، هل أنظر وأنا قائم، وأنا قائم كذلك أنظر إلى موضع سجودي؟ قال نعم، تنظر إلى موضع سجودك أيضا ولو كنت مشاهدا للكعبة تنظر إلى موضع سجودك. قولنا حجر هو فخذ عن صدر المراد به. الحجر هو بين الفخذين، بين الفخذين، أنت عندما تجلس هكذا على ركبتيك تثني، الحجر هو بين الفخذين. نعم. قالوا إلى حجره جالسا. قال ومنها من آداب الصلاة أيضا نظره إلى المنكبين مسلما، أثناء السلام تنظر إلى المنكبين في اليسار، في اليمين وفي اليسار. وإذا كان بصيرا يعني لا يرى، يعني فاقدا لبصره، وقال بصيرا من باب الأدب والتفاؤل، وإذا كان بصيرا يعني لا يرى في عينيه أو في ظلمة، قال فيلاحظ عظمة الله عز وجل. قال من الأدب دفع السعال ما استطاع، دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد. طبعا هذا يدفع أحيانا أحبابنا، دفع السعال، إيش دفع السعال؟ يعني منعه، يمنع الإنسان المصاب بكحة يسعى يقوم السعال. قال إذا وهو في الصلاة يعني يمنع السعال أو العطاس قدر المستطاع بشرط أن لا يعود عليك هذا المنع بالضرر. فبعض الناس إذا ما سعل ربما يتضرر، أو إذا كتم عطاسه ربما هذا يؤذيه. فإذا كان يحصل له من كتم أو دفع السعال ضرر، نعم، أو كان ينشغل قلبه بكتم ودفع السعال، فالأولى عدم الدفع، بل يسعل وكذلك يعطس، يعني يأتي بالعطاس، كما لو أنه أراد أن يتنحنح، كما لو أنه أراد أن احتاج للتنحنح، يعني احتاج للتنحنح أثناء الصلاة، هو يقرأ تجمع البلغم في حلقه فصار مضطرا للتنحنح، فإذا به تركه، ترك التنحنح من باب يعني هو تنزيه الصلاة عن المفسد عند بعض الفقهاء، فترك التنحنح، قال لا، الأولى هنا الأولى أن يتنحنح إذا كان هذا البلغم قد شغله عن إتقان القراءة وكان إماما. نعم. أما الذي يمنع من التنحنح في الصلاة كما سيأتي معنا أنه من مفسدات الصلاة هو المقتدي. المقتدي إذا تنحنح تبطل صلاته، لأنه هو لماذا يتنحنح؟ لأن التنحنح من أجل
تجويد القراءة، وهو الآن لا يقرأ المقتدي، فإذا تنحنح لا لعذر تبطل صلاته، تبطل صلاته. قال: ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزا عن المفسد، تحرزا عن المفسد الصلاة، فإنه إذا كان بغير عذر، إذا كان السعال أو التنحنح بغير عذر يفسد الصلاة، إذا طبعا ليس على إطلاقه، يفسد الصلاة إذا حصل بهذا السعال حروف، إذا حصل بهذا السعال حروف تبطل الصلاة إذا كان بدون عذر. وكذا الجشاء، معروف الجشاء أو غير معروف. قال: ومن الأدب كظم فمه عند التثاؤب. إيش يعني كظم فمه عند التثاؤب؟ يعني أن يمسك فمه وأن يسد فمه ولو بأخذ شفتيه بأسنانه، بأن يفعل هكذا إذا تثاءب. فإن استطاع أن يكظم، أن يكظم تثاؤب أو فمه عند التثاؤب بأخذ شفته بأسنانه اكتفى بذلك، فإن لا لم يستطع ذلك قال: فيقوم بتغطية فمه بيده اليمنى، بيده بظهر يده اليمنى هكذا وليس باليسرى، خارج الصلاة، خارج الصلاة يضع يغطي فمه باليد اليسرى، أما في الصلاة باليد اليمنى. لماذا؟ لأنه في الصلاة أنا الآن أقف هكذا، يد اليمنى هي من فوق، لو أردت أن أغطي فمي بيد اليسرى يحتاج إلى حركات كثيرة، لاحظ. أما لو أردت أن أغطيها باليد اليمنى فالحركات أقل، لاحظ. فلذلك يعني يغطي فمه في الصلاة بيده اليمنى وخارج الصلاة بيده اليسرى. قال: فإن لم يقدر غطاه بيده، غطاه بيده أو كمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ومن الأدب القيام، أي قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب، قيام القوم والإمام أفضل. ومن الأدب القيام، أي قيام القوم والإمام، والإمام قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب، يعني إن كان الإمام حاضرا بقرب المحراب حين قيل، أي وقت قول المقيم حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لأنه أمر به فيجاب. وإن لم يكن يعني الإمام حاضرا، يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر، يعني إن دخل الإمام من خلف، إن دخل الإمام من خلف وأقيمت الصلاة، كلما وصل إلى صف يقومون هكذا حتى يصل إلى الصف الأول، هذا إن دخل من خلف المسجد. أما إذا دخل إليهم الإمام من جهة القبلة من قدامهم، قام المصلون كلهم حين يرون الإمام، حين يرون الإمام. أين؟ طبعا قد يقيم الصلاة الإمام بنفسه في المسجد، في المسجد. متى يقومون؟ هل يقومون حين يقول حي على الفلاح؟ قال: لا، لا يقومون. إذا انتبه، إذا أقام الإمام الصلاة لا يقومون إلا إذا قال، إلا إذا أتم الإمام الإقامة، يعني لا يقفون، لا يقومون ويقفون إلا حتى يتم الإمام الإقامة إذا كان هو يقيم الصلاة. نعم. الله، هنا لابد من مسألة،
وهذا الحكم عند الحنفية، وهو أحيانا ندخل المسجد والمؤذن يقيم الصلاة، أدخل المسجد والمؤذن يقيم الصلاة، تجد بعض الناس ينتظرون قائمين، ينتظرون قائمين، عندنا قال لا، لا ينتظر قائما، فإن بل يقعد، لا ينتظر قائما بل يقعد. ليه؟ قال لأن الانتظار قائما مكروه، لأنه بدعة، لماذا أنت تنتظر قائما؟ ما هي الغاية من انتظارك قائما إذا كان يقيم الصلاة؟ إذا كان يقيم الصلاة فما هي الغاية من انتظارك قائما؟ بل ينبغي أن تقعد ولا تنتظر قائما. سيدي، ممكن أنه حتى يعني لأنه لكي لا يجلس قبل أن يصلي تحية المسجد مثلا؟ مولانا قلنا يقيم الصلاة المؤذن، نعم، كيف يصلي تحية المسجد؟ كيف يصلي تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة؟ فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، فيجلس ولا يعني يجلس ولا يجلس ولا ثم يقوم عندما يقيل يقول أقام قد حي على الفلاح إذا كان الإمام في المحراب. طبعا هنا متى يعني لا يجلس؟ إذا دخل إلى المسجد والإمام يؤذن هنا إذا أراد ألا يجلس فلا حرج كما قال أخونا، من أجل أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد عند الشافعية تفوته بالقعود، أما عندنا لا تفوته إلا إن طال الفصل. فلو انتظر لإتمام المؤذن الأذان لا حرج. ليه؟ إنه في عنده الآن وظيفة وهي تحية المسجد، وعنده السنة القبلية، لا حرج في ذلك. قال: ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه مذ قيل. شروع الإمام الآن في المحراب واقف، بمجرد ما قال المؤذن أو مقيم الصلاة قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر. هذا عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله ومحمد. أما أبو يوسف فقال لا، أبو يوسف قال ينتظر حتى يفرغ الإمام من الإقامة، فإذا فرغ الإمام من الإقامة يعني يشرع مباشرة الإمام بالصلاة دون ترك فصل بين الإقامة وبين الشروع في الصلاة. نعم، فلو أنه أخر، لو أخر الشروع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من الإقامة يعني لا بأس في ذلك، ولكن عندنا الأصل المشروع عندنا أنه يشرع في الصلاة مذ وقت قول المقيم قد قامت الصلاة يقول الله أكبر، ويقول المقتدي كذلك، يقارن المقتدي تكبيرته تكبيرة الإمام. قال: أي عند قول المقيم قد قامت الصلاة، عندهما عند سيد أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يشرع يعني الإمام بالصلاة إذا فرغ يعني المقيم من الإقامة، يعني بدون أن يترك فاصلا بين الإقامة وبين الشروع. قال: فلو أخر الإمام الشروع في الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا. لاحظ، لا بأس به. لذلك الأولى في زماننا هذا في هذه الأيام طبعا ألا يفعل هذا، ألا كي لا ينكر عليه أن الناس لم يعتادوا هذا فلا يفعله. قال: فصل في كيفية ترتيب الصلاة. نقف هنا إن شاء الله، الدرس القادم بإذن الله يبدأ بهذا الفصل. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.